السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه فوكس. الموقع ده معتمد على ستيبل ديفيجن. ستيبل ديفيجن ده اوبن سورس، وتقدر انت تسطبه تنزله عندك وتسطبه عندك على الجهاز بتاعك، لكن انا مش محتاج تسطيب، هو جاهز اهوت اونلاين. فهبدأ اديله برومت واقول له جنريت، فيبدأ يعمل لي الصورة دي بالشكل دوت. ممكن اقول له مثلا بيلدينج، وطبعا هنشيل كلمة ميل ونشيل كلمة بيوتيفول ونشوف هيعمل صورة ازاي. وممكن ما نخليهاش كرتون، نخليها ناتشورال طبيعي اهو. شايف كلمة ايجيبت مرتبطة عنده بعصر الاسرات او بالمصريين القدماء. طبعا كل ما تقول جنريت هيعمل لك صورة مختلفة عن الصورة اللي هو مديها لك، هيعمل فيها شوية اختلافات. طيب ممكن نقول له فيلا، عشان يمكن يجيب فيلا في العصر الحديث. هو سريع، يمكن عشان مش معروف فهو سريع برضو، مصر على نفس الحاجة. طيب نغير ايجيبشن مان ونخليها بعد كده مين. طيب نخليه بلاي فوتبول. ما اعرفش مين دوت، انا خايف يطلع محمد صلاح والناس تتريق عليا. انا اتغير الابعاد زي ما انت عايز. ممكن نجرب بقى ايه ميزه تانيه. ممكن تلاقي واحده الجوده بتاعتها عاليه بس بتاخد وقت، واحده تانيه مختلفه وهكذا. طيب بلاش بيلعب فوتبول، بلاي او خليه مثلا درينك كوفي. وهكذا بقى تبدأ تجرب بقى.